مرحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة الفريق الأول على قدم وساق زي ما بنقول طبعا، علشان الفترة اللي جاية مهمة جدا. مباراة بيراميدز اللي بعد بكرة بروفة أخيرة، غير أنها طبعا مباراة مهمة جدا في الدوري، ولكنها بروفة أخيرة لكاس العالم للأندية، واللي هو الهدف المهم جدا بالنسبة لنا في النادي الأهلي. طبعا خلينا نطمن أكتر على اللعيبة وعلى الجهاز الفني مع مراسلنا كريم أحمد من ملعب التاتش. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلتي العزيزه ساره، وكل التحيه للزميل العزيز احمد، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. قول لنا يا كريم كده اهم ملامح تمرينه النادي الاهلي النهارده. بالتاكيد طبعا تدريب كله حماس وكله اصرار وجديه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي، عارفين اهميه المباراه القادمه، مباراه بيراميدز والنادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم 7:30 على استاد الدفاع الجوي. مباراه غايه في الصعوبه وغايه فيها الاهميه لفريق النادي الاهلي، وده الحديث اللي اتكلم عليه الجهاز الفني بالكامل بقياده بيتسو موسيماني. تركيز كبير مطلوب ان احنا ان شاء الله باذن الله المباراه دي تكون من نصيبنا، لان احنا عندنا مرحله كبيره وتحدي كبير، وزي ما انت قلت يا ساره طبعا هي بروفه اخيره واخر مباراه محليه لفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى قطر للمشاركه في كاس العالم للانديه. لكن زي ما عودنا النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي مرحله مرحله بنخلصها وبنبدا نفكر في القادم. النهارده التدريب كان تدريب قوي جدا، جرعه تدريبيه قويه بقياده بيتسو موسيماني، سبق التدريب بمحاضره فنيه مطوله لمده 40 دقيقه كعادته. طبعا بيتسو موسيماني اتكلم على اهميه المباراه، النقاط القوه والثغرات، تمركزات التكتيك في نهايه المران كمان النهارده، يعني اكيد كان في جزء بدني بسيط، لكن النهارده المران كله كان كله تكتيك. تقسيمه اخيره في المران الراجل بيشرح بشكل كبير جدا على اهميه المباراه، تقارب الخطوط، التمركزات، التغطيات العكسيه، امور عديده جدا في التكتيك اللي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يخوض بيها هذه المباراه ويكون موفق فيها. بشكل عام التدريب النهارده كان تدريب قوي وجيد، عندنا عناصر رجعت بشكل كبير واطمنا عليها فنيا وبدنيا كمان، على راسهم بدر بنون العاد من جديد النهارده للتدريبات الجماعيه بعد سلبيه المسحه، بجانب اكرم توفيق ايضا كمان واضح اصرارهم الكبير وتركيزهم. انت عارفه يا ساره طبعا وعارف زميلي احمد، لما بيكون لعيب قعد شويه في فتره الكورونا او بعد شويه عن التدريبات بياخد وقت شويه في الرجوع، لكن بالتركيز الكبير اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي ومع كل اللعيبه الحمد لله ما عندناش اي لعيب عنده اي يمكن مسحه ايجابيه او كده. النهارده كمان كان لعيبه النادي الاهلي اجرت المسحه الخاصه بمباراه بيراميدز، يا رب ان شاء الله نطمن كمان على كل اللعيبه وان شاء الله المسحه تكون سلبيه. النهارده كمان يمكن ابرز ملامح التشكيل حضور الكابتن محمود الخطيب، النهارده تابع فقرات عديده من التدريب، وجوده كمان مع كابتن سيد عبد الحفيظ. انت عارفه تحضيرات كثيره جدا، يمكن النادي الاهلي كابتن خطيب بيطمن على جاهزيه اللعيبه الخاصه بمباراه بيراميدز، وايضا كمان تحضير اداري مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير التعاقدات امير توفيق. يا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده لعيبه النادي الاهلي تكون موفقه بشكل كبير، بيتسو موسيماني ايضا كمان يكون موفق في تجهيز اللاعبين نفسيا، اختيار تشكيل يكون مميز جدا في هذه المباراه. ايضا كمان الشناوي، مش عايزين ننسى الشناوي بعد انتهاء ايقافه طبعا لمباراه واحده يكون متواجد لحراسه عرينا للنادي الاهلي. وعلى ذكر الشناوي لابد ان احنا نحيي علي لطفي، واحد من حراس المرمى المميزين جدا، البعد عن المباريات انت عارف طبعا زميلي احمد زميلتي ساره بيكون ليه تاثير شويه، لكن رجع بشكل كبير علي لطفي في المباراه. يا رب ان شاء الله علي يكون موفق، الاستمراريه مهمه جدا، فان شاء الله الفتره اللي جايه الشناوي يكون معايا، علي لطفي ياخد، مصطفى شوبير ياخد، حمزه علاء ايضا كمان ياخد، عشان نطمن بشكل عام على حراسه المرمى في النادي الاهلي. الامور الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن جدا، غدا هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هنا على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 3:00 عصرا، ومنها ان شاء الله خروج القائمه اللي يخوض بها النادي الاهلي مباراه الاهلي وبيراميدز. ويا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معانا والتوفيق يكون مع طاقم التحكيم ان شاء الله اللي يخوض هذه المباراه، وتحديدا حكام الفار، يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه تعدي بسلام، يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بها واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. ده شيء ما فيهوش نقاش وما يقبلش القسمه او الاسم على اثنين زي ما بيقولوا. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من ملعب التتش، ده كان او كانت اخبار تمرينة النادي الاهلي النهارده.